إذا نظرت في ساعتك الآن، عليك أن تتابع حركة عقارب الساعة، فكلما مرت 10 دقائق توفي شخص داخل العراق، فما السبب؟ ناقوس الخطر يدق في بغداد من زيادة أعداد المدخنين في البلاد، وما قد يتبعها من آثار مميتة على الصحة. الأرقام والمؤشرات مفزعة. 20% من العراقيين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً يدخنون التبغ بأنواعه. نحو 50% من العراقيين يعانون من التدخين السلبي، والأمر كله يكلف العراق 4.5 مليار دولار يومياً. هذه المؤشرات دفعت وزارة الصحة إلى توقع السيناريو الأسوأ، وهو تسجيل حالة وفاة كل 10 دقائق في البلاد، والأمر ربما يتفاقم نظراً لوجود صعوبات تعترض تطبيق قانون مكافحة التبغ، رغم تصديق البرلمان عليه عام 2012.